مساكم سوري مشاهدينا، رمضان كريم ينعاد عليكم وعلى كل السوريين بالخير وبالعافية وبالأمن وبالأمان. نحن اليوم بحي الميدان الدمشقي من أمام جامع الأشمر بتغطية لحملة كلنا لبعض اللي عم تنظمها قرى الأطفال SOS في سوريا وتلفزيون سما. هيدي الحملة عم بتم من خلال توزيع وجبات طعام للإفطار للمتضررين من الأحداث في سوريا. خليكم معنا. من بعد الأذان رح نلتقي هلأ مع أشخاص موجودين هون بجامع الأشمر حتى ناخد انطباعهم عن هاي الحملة، حملة كلنا لبعض. صحة وهنا على قلبك إن شاء الله، صيامة مقبولة يلا إن شاء الله. بدي أعرف بس رأيكم بالبداية عن الأكل، إن شاء الله يكون طيب. لا طيب تمام، أكل طيب كتير. شو بتحب تقول للأشخاص اللي تعبوا واشتغلوا حتى تكونوا اليوم مجموعين حول هيدي السفرة؟ الله يعطيهم العافية والله يكتر خيرهم يا رب. يعطينا العافية وكتر خيره، والله يجزيهم خير. سلم على الإيدين، صحة وهنا إن شاء الله. في معنا شاب كمان من الشباب الموجودين ضمن الفعالية وضمن الحملة اللي عم تنظمها قرى الأطفال SOS بسوريا، رح نحكي معه حتى نعرف الجهد اللي قاموا فيه حتى كانت هيدي الحملة. أهلا وسهلا. احكي لي بس عن الرسالة اللي عم تحاولوا أنتوا توصلوها من خلال هيدي الحملة. هلا هاي الحملة إن شاء الله كل عام وانتم بخير بشهر رمضان الكريم، موجه للعائلات بمراكز الإفاد بجوامع العائلات اللي أشد حاجة ببعض المناطق الموجودة بمدينة دمشق. نحن كمتطوعين بمبادرة اسمها سكبة رمضان بالشراكة مع قرى الأطفال SOS عم نوزع وجبات غذائية للعائلات المحتاجة بالجوامع وبالمناطق اللي فيها عائلات محتاجة للوجبات. نحن اليوم هلأ بجامع الأشمر، كل يوم رح تكونوا بمكان، كل يوم رح تكونوا بمنطقة، كل يوم رح توصلوا قديش، شو ناويين توصلوا قديش العدد اللي ممكن توصلوا له من خلال توصلوا الوجبات؟ تماما. هلأ نحن كل يوم حنكون بمنطقة، حنغطي بعض المناطق بأكثر من يوم، حتى نحن والجمعية جمعية قرى الأطفال حنحاول نغطي أكثر عدد ممكن من العائلات مهما كان العدد بالمناطق اللي بحاجة أو فيها أشخاص وافدين. بشكرك ورمضان كريم. المحبة، التأخي، التعاون وغيرها كتير إشياء هي بتزين حياة السوريين. الكل قادر يشارك بهيدي الحملة، حملة كلنا لبعض اللي عم تنظمها قرى الأطفال SOS في سوريا بالتعاون مع تلفزيون سما. الكل بيقدر يشارك من خلال التبرع على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة أو من خلال أرقام حسابات قرى الأطفال SOS. على أمل أن نكون بكرة موجودين معكم من مكان تاني ومع أشخاص تانيين. كنت معكم أدونيس شدود، رمضان كريم وتضلوا بخير.